توفيت أم سعد بن عبادة رضي الله عنه، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إن أمي كانت تحب الصدقة، أفينفعها أن أتصدق عنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، وعليك بالماء، أي تصدق عنها بسقي الماء، أفضل الصدقة سقي الماء. تخيل امرأة سقت كلبا فغفر الله لها، ورجلا أدخله الله الجنة بسقي ماء لكلب، كيف بمن يسقي أمة من الأمم؟ مشروعنا اليوم في خير يوم طلعت فيه الشمس مشروع سقي الماء بحفر الآبار، يشرب منه أمة من الأمم، ويشرب منه الهوام والدواب، بل كل قطرة تخرج من هذه الآبار لك فيها حسنة. لا ضاق صدرك وازعجتك الدواء.